أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الصحابية الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن. طب احنا أنا جبت النقطة دي ليه؟ لأن احنا كنا بد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لبقية الموضوع. يعني انا هحاول اقول الكلام ده مش للناس المتخصصه يا هاني ولا دكتور عمرو انا بكلم الناس المصريين لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتم شايفينه النهارده ده, ده نفتتحه ارقام كبيره قوي ارقام كبيره قوي بنتكلم مش مليارات الجنيهات احنا بنتكلم في مليارات الدولارات مش كده صحيح كتير مننا ما يحسش بالكلام ده يقول لك يعني 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 صرفته ده كله عشان عشان ايه طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد ايه بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها وخلينا اقول لكم باختصار شديد للناس اللي هي البوصات اللي بتسمعني احنا كدوله كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا آه هنا كتبوا قالوا ان في استضافه للبيانات ممكن نستضيف بيانات دلوقتي لا احنا دلوقتي كان قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجوده بره مش كده يا دكتور عمرو طيب احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجوده بره دي آه يعني ده نظام موجود في الدنيا يعني بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجوده عندنا ونوفر التكلفه الماليه اللي بتتحط